طيب خلينا نجاوب على او نشوف اجابات حضراتكم على سؤال الحلقه، واحكي لنا عن صاحب عرفته طلع سند ليك، ده كان سؤالنا وبعض من اجابات حضراتكم. خلونا نبتدي بالحاج خيري حسن اللي بيقول احسن اخ وصديق عشره 32 سنه، فرحنا واحد وهمنا واحد، واسمه ابراهيم محمد طلبه من البدرشين وانا من سوهاج، ولكن هو اللي يتقال عليه السند بعد الله سبحانه وتعالى. 32 سنة صحاب ما شاء الله، الله أكبر، العمر كله يا رب. يعني حاجة جميلة أنك تلاقي العمر ده بين اتنين صحاب. سونيا عبد أبو غالب أبو جبل بتقول يعني وجهة نظر تانية، وما فيش صحاب أصلا، السند الوحيد ربنا مش بني أدمين، وبعدين أنا نفسي بقى عندي صحاب أصلا عشان أنا كائن وحيد. يعني ان شاء الله ربنا يرزقك، هو ده رزق من عند ربنا، ربنا يرزقك بصحاب كويسين، واهم حاجه يكونوا كويسين، مش يعني مش مهم يكونوا صحاب وخلاص. زميلنا محمد مجدي بيقول اخويا مش صاحبي محمد يحيى تيخه حبيب قلبي. احكي لنا بقى يا مجدي ليه بتقول على محمد يحيى هو حبيب قلبك. امين سعد علي عمر بيقول صاحبي هو دراعي، ده وجهه نظر برضو مختلف، يعني انا اللي اقدر اعمل اي حاجه. محمد أبو روكا كمان بيقول لنا يمكن نظرته يعني للصاحب الكويس، بيقول أفضل صديق ليا هو اللي بيبرز أفضل ما لديه، الأصدقاء الحقيقيين هم الأشخاص النادرين اللي بيجوا للعثور عليك في الأماكن المظلمة بيرجعوك تاني للنور. الصديق الحقيقي هو الشخص اللي بيشوف فيك الألم في عينيك، وفي الوقت اللي الناس التانية بتصدق أن أنت يعني كويس. توب فان على صفحتنا إبراهيم شكري بيقول بصبح عليكو الصاحب الوحيد هو بابا، ربنا يبارك فيه، ربنا يخليه لك. في ناس عندهم أهاليهم صحابهم طبعا، يعني في ناس يعني عندها الأم أو الأب أو الإخوات هم دول صحابهم، ودي بتبقى حاجة حلوة قوي كمان جدا. في كمان ربيع الأنور بيقول الحمد لله كله بياخد وقته ويمشي، محدش بيدوم، كله رايح. كله رايح. هو سؤال فلسفي شوية. آخر سؤال أو آخر إجابة من إبراهيم عبد الوهاب بيقول أمي أحق الناس بحسن صحبتي. أشكرك جدا جدا يا أستاذ إبراهيم. بكده نكون خلصنا بعض من إجابات حضراتكم، لكن في لسه إجابات كتيرة جدا هنستعرضها في خلال الحلقة النهاردة، لكن خلونا نروح لفاصل سريع من بعده ونرجع نكمل بقية فقراتنا. خليكم معنا.